طيب شابتر 2 بيتكلم على الاسمبلي انستراكشنز. يمكن زي ما قلنا في بدايه الماده انه الكورس بيبدا بانه يشرح البارامترز اللي على اساسها بيقيس البرفورمانس، ثم يبدا يليست الاوبريشنز اللي الكمبيوتر مفروض يعملها اللي هو سماها انستراكشن سيت، ويعمل منها بناء متكامل ويسميها انستراكشن سيت اركيتكتشر. والاوبريشن ليست اوف اوبريشنز دي هي اللي بعد كده هيعمل لها الهاردوير، وبالتالي يبقى عندها الكمبيوتر كامل. بيبقى يتكلم بعد كده عن ازاي البروسيسور بيتعامل مع الميموري، بيتعامل مع الانبوت او الديفايسز. فاحنا في المرحله اللي هي بيليست الاوبريشنز ويعمل منها ما يسمى بالاسمبلي لانجويج. الاوبريشنز دي بتتحول الى انستراكشنز، والانستراكشنز دي بتبقى هي اللي بيبقى ليها هاردوير مباشر. فبتبقى يعني بيسموا الانستراكشنز دي مجموعه الانستراكشنز بتكون لغه بيوصفوها انها ماشين ديبندنت، معتمده على الماشين، معتمده على الهاردوير. لان لو الهاردوير اتغير الانستراكشن تنفيذها وشكلها وممكن الانستراكشن نفسها تختفي، الانستراكشن هتتغير. عكس الهاير ليفل لانجويجز المعتاده زي ال تي سي والبايثون والجافا وكل حاجه من دول ماشين اندبندنت، لان في حاجز بينهم وبين الهاردوير اللي هو الكومبايلر، هو اللي بياخد الكود اللي انت كاتبه ويحوله للهاردوير يفهمه. بينما الاسامبلي ما عندناش التحويل ده، التحويل عندنا 1 تو 1، يعني الكومبايلر بتاعها اللي هو بنسميه اسامبلر بياخد الكود يحوله مباشره الى زيروز وانز اللي يفهمها الماشين، يفهمها الهاردوير، وهو بالتالي مكتوب علشان الماشين دي على طول. هو هنا اختار انه يسمي الماشين بتاعته الجهاز اللي هو عايز يصممه ويورينا ازاي ماشي في خطواته، سماه ميبس. وكلمه ميبس احنا تعرضنا ليها في شابتر 1 اللي هو كان بيستخدمها علشان يوصف مليون انستراكشن بير سكند، فهو استخدم نفس المصطلح ده عشان يسمي الجهاز بتاعه، وبالتالي الاسمبلي بتاعه بيسمى ميبس اسمبلي اللي احنا هنتناوله في الشابتر اللي معانا حاليا. هنا في الاول طبعا بيليست محتوى الشابتر اللي هو عايز يقوله. إعادة أي لغة لابد إنها يتعرض لك الأول أساسيات اللغة، إزاي تنقل داتا من مكان لمكان، إزاي تكتب if conditions for loops while loops، تعمل function call. دي أساسيات أي لغة بتبتدي بها، وبعد كده لو في توسع في اللغة دي يبتدي يدي لك التركات اللي فيها، يعني التفاصيل الزياده. بس احنا طبعا بما ان هدفنا في الماده مش دراسه اللغه بحد ذاتها، دي مجرد وسيله لفهم طريقه بناء الكمبيوتر ده، فاحنا جاست ان احنا بنعدي بسرعه على الاساسيات اللغه علشان من خلالها بنفهم بعد كده تطبيقها على الهاردوير. بيبتدي يعرفنا على المصطلحات اللي هو هيستخدمها. كلمه انستراكشن مقصود بها الامر المباشر اللي هو هيديه علشان ينفذ احد الاوبريشنز اللي هو عايزها. انستراكشن سيت مجموعه الاوامر اللي بتكون اللغه اللي بيستخدمها الكمبيوتر، ولابد انها تكون كومبليت، لابد انها تكون متكامله بتحقق كل الاوبريشنز الاساسيه. لما في واحد مصمم عايز يصمم كمبيوتر بيكون له هدف، هدفه غالبا بينحصر في انه يماكسمايز البرفورمانس. كلمه برفورمانس ناقشناها في شابتر 1، اهمها عامل الزمن، انه عايز يقلل وقت تنفيذ الحاجه، عايز يمينيمايز الكوست، يمينيمايز الباور كونسومشن، وفي نفس الوقت كل ده المفروض ان هو يحققه في اقل وقت ممكن، عايز يريديوس الديزاين تايم. ده بيحطه في اعتباره وهو بيختار الاوبريشنز اللي هو عايز ينفذها وازاي هينفذها. فهو بدايه الشابتر عمال يناقش ايه هدفه من انتقاء مجموعه من انتقاء الانستراكشنز اللي هتمثل الاوبريشنز اللي هو عايز يحققها. شكلها ايه الاسمبلي انستراكشن؟ هو هنا مدينا مثال. هيبقى المفروض في الاول لما اجي اكتب اللغه ببدا من الشمال لليمين. طبعا اول حاجه على الشمال هنا مدينا كلمه اوبريشن، المفروض ان كلمه اوبريشن دي هيتحط مكانها بعض الرموز اللي بتشكل امر الى الماشين الى الهاردوير ينفذه، بيحقق في احد الاوبريشن زي عمليه اجمع اطرح اضرب، وتظهر بقى نوع الاوبريشن: arithmetic operation، logic operation، data transfer operation. في اوبريشن هتتحط هنا، الاوبريشن دي غالبا هتشتغل على operands، على ارقام تتعامل معاها. الارقام دي ممكن تكون
متخزنة في أماكن زي الريجسترز أو زي الميموري، وبالتالي الأوبريشن غالبا هتحتاج تعرف الأماكن اللي متخزنة فيها الأرقام دي. بتختلف الماشينز في عدد الأوبرانز اللي بتتكتب بعد الأوبريشن. في بعض الماشينز بتاخد 1 اوبرانت والبعض الاخر بياخد 2 اوبرانت والبعض بياخد 3 اوبرانت زي حالتنا دلوقتي. الراجل اللي صمم احنا حاليا في مرحله تصميم جهاز، الراجل اللي بيصمم الجهاز ده اختار النوع اللي بكتب فيه ورا الامر الاوبريشن 3 اوبرانت. الاوبريشن بتتم على الاوبرانت الثاني والثالث والنتيجه بتتكتب في الاوبرانت الاولاني زي ما هو كاتب كده في الكومنت اللي على اليمين. والكومنت في اللغه دي طبعا اي لغه بيبقى فيها طريقه للكومنتنج، كومنت هنا بالهاش. فاللي هيحصل في السطر ده انه هيحصل اوبريشن ما بين R2 و R3، ونتيجه الاوبريشن دي مثلا عمليه جمع هتتحط في اول اوبرند اللي هو R1. وهو برده في التصميم بيراعي السمبليسيتي، سمبليسيتي فيفورز ريجولاريتي، كلما كنت منظم اكتر كلما ساعدك ده انك تبسط اللغه وتبسط طريقه التنفيذ. فكلما كان عندك شكل الانستراكشن ثابت وموحد ما عندكش اختلافات كتيره، كلما ده سهل عليك بعد كده لما تيجي تعمل الهاردوير. فهو المفروض ان هو بيلتزم بانه اغلب الاوبريشنز، طبعا مش كل الاوبريشنز بتحتاج 3 اوبرانز، عشان كده هتلاقوا في بعض الاوبريشنز في نفس اللغه دي هتاخد 2 اوبرانز بس، وقد يكون في بعض الاوبريشنز اللي ملهاش اوبرانز اصلا مش محتاجه اوبرانز. فبالتالي كلما قللنا عدد الاشكال المختلفه كلما ده سهل علينا بعد كده في تحويل الامر ده الى هاردوير بينفذه. هتلاقوا برضو في الشابتر دايما بيحاول يقارن او يعني يورينا ازاي بننفذ كود باللغه دي وما يقابله بالسي كود. المرجعيه دايما بتاعتنا هنا السي، على افتراض انه اي شخص داخل في المجال ده غالبا اول حاجه بيدرسها او اول حاجه بيتعامل معاها دايما هي لغه السي. فدي اكتر لغه ممكن تكون سهله ومشتركه ما بين معظم الناس اللي بيدرسوا في المجال ده. فهو هنا مثلا بالسي لو عندي مجموعه فاريبلز A و B و C، احنا طبعا في السي بنسمي الفاريبلز بمزاجنا، ولو عايز اعمل اوبريشن زي السطر الاولاني هنا ان اجمع B زائد C زائد D زائد E واحط ناتج الجمع ده في A، واوبريشن ثانيه عايز اطرح F من A واحط نتيجه في G. انفذ الكلام ده باللغه بتاعت المبس اسمبلي ازاي؟ فهو قال لي هنا انا علشان انفذ الامر الاولاني عايز اجمع B زائد C، انا هعمل اوبريشن اسمها اد مكونه من 3 حروف A D D، هتاخد 3 اوبراند تجمع ال B وال C وتحط الناتج في A، يبقى A هيساوي B بلس C. بس لسه عندنا D و E، فهيعمل سطر ثاني عايز يجمع، احنا عندنا هنا بقى كده طريقه للكتاب، لو عايز اجمع دي زائد اي لوحدها يبقى محتاج مكان احطهم فيه، او اختار ان هو يأكيوميليت على الاي اللي هي في الاخر فيها النتيجه كلها، يبقى هيجمع على الاي يجمع دي، الاي اصلا هي كان فيها بي بلس هيجمع عليها دي ويحط الناتج في اي، ثم ياخد سطر ثالث يجمع على الاي اي، يبقى كده مع نهايه السطر الثالث الاي بقى فيها مجموع الاربعه فاريبلز دول. بينما السطر الثاني اللي هو الجي بتساوي اي ماينس اف يكفيه سطر واحد هنا، هيعمل امر اسمه صب اس يو بي ويحط فيه الاي والاف والناتج يروح الى الجي. فهو هنا عايز يورينا ازاي اقدر انفذ امر مكتوب بطريقه السي، لغه السي، انفذه بالاسمبلي لانجوج. يبقى انا محتاج يكون عندي في لغه الاسمبلي اللي هو بيعملها امرين، امر للاديشن وامر للسبتراكشن، واختار ان هو كل الاوامر بتاعته اغلب الاوامر بتاعته هتلاقوها مكونه من 3 حروف زي ما قلنا. الريجولاريتي دايما ان انا اثبت شكل الحاجه، فانا هنا اخترت ان هو يكون 3 حروف وبكتب الاوبرانز وراها، كل اوبرانز وراها كومه، ولو عايز احط كومنت بحط هاش. ده شكل مبدئي للغه. طبعا احنا لسه الكلام ده ما هوش اللغه بالظبط لانه الاي والبي والسي هنا حاجات غير معرفه عنه، فلسه هندخل في ازاي اكتب الاماكن اللي هتحتوي على الارقام. برضو هنا من ضمن الحاجات اللي هو بيقولها لنا كملاحظه، دايما الهاير ليفل لانجوج لما تيجي تحولها للور ليفل لانجوج هتلاقوا الامر في الهاير ليفل لانجوج اللي بياخد سطر غالبا بشكل بنسبه كبيره جدا هتلاقوه بيتحول الى عدد اكبر من السطر.
فمثلا عمليه الجمع اللي تمت دي بتتحول هنا الى ثلاث سطور، وده شيء طبيعي لان دايما اللغه الهاير ليفل لانجويج اكثر تعقيدا وبتسهل على اليوزر اكثر من اللور ليفل لانجويج زي الاسمبل. مقسمين هنا دي هاير ليفل دي لور ليفل. ندخل بقى في ايه الاماكن اللي هتخزن فيها الاوبرنس الارقام. احنا عندنا اماكن التخزين، خلينا مبدئيا كده نقول في مصدرين اساسيين لاماكن التخزين. المصدر الاول هي الريجسترز، ودي الميموريز الصغيره اللي موجوده جوه السي بي يو جوه البروسيسور. وفي حاله لما واحد بيجي يصمم جهاز هو اللي بيقرر انا محتاج او عايز اعمل كام ريجستر جوه البروسيسور. ممكن تلاقي بعض الماشينز اللي فيها مثلا 10 ريجستر او 15 او 20. يعني اغلب الكوميرشال بروسيسورز هتلاقوا عدد الريجسترز اللي جوه البروسيسورز عدد اماكن التخزين بتتراوح ما بين ال 15 مثلا لل 30. نادر قوي ما انك تلاقي حاجه معديه ال 30، ممكن في بعض الحاجات ممكن تكون توصل ل 40، لكن بتبقى حاجات يعني قليله، لان كلما زودت عدد الريجسترز بتزيد التعقيد بتاع التصميم وبيزيد تكلفه الجهاز. فهو هنا اختار ان يكون عنده 32 ريجستر، كل ريجستر بيشيل كلمه، والكلمة مكونة من 32 بتس، يعني كل ريجستر يتكون من 32 بتس اللي هم 4 بايتس، البايت 8 بت. يبقى هو عنده 32 ريجستر وكل ريجستر 32 بتس. طيب ده الميموري الصغيرة اللي موجودة جوه البروسيسور، ودي بما انها جوه البروسيسور فهي سريعة في التعامل معاها، يقدر يكتب ويقرا منها بسرعة. هناك ميموري أخرى خارج البروسيسور واللي بنسميها الرام بقى، الراندوم اكسس ميموري. دي بقى الميموري اللي هي بتبقى بالجيجا. احنا عندنا الجهاز كل واحد الجهاز بتاعه 4 جيجا 8 جيجا 16 جيجا، هي دي بقى الرام. دي بقى بره البروسيسور طبعا، طريقه تصنيعها مختلفه، بتتكون من حاجات بحيث انها تقدر تعمل حجم كبير بسعر مش كبير عشان نقدر ندفع في 8 جيجا و16 جيجا. فمحتاج طريقه تصنيع بتكون اقل في السرعه، سرعتها اقل من الريجسترز لكن تكلفتها طبعا اقل. فاحنا عندنا مصدرين او مكانين لتخزين الارقام اللي هي بنستخدمها كوبرنس، الريجسترز. عندنا 32 ريجستر بس مش كلهم هنستخدمهم، هنشوف دلوقتي نتعرف عليهم. وعندنا الميمو. من الريجسترز اللي جوه البروسيسور في عندنا مجموعه جنرال بيربز ريجسترز، ومن اسمها كده جنرال بيربز يعني بيستخدموا في كل حاجه. المقابل ليهم مجموعه اخرى سبيشال بيربز، يعني لهم استخدامات خاصه، مش من حقك تستخدمهم وانت بتكتب البروجرام بتاعك كده باي شكل، لا هم ليهم حاجات معينه تستخدمه فيه. غير كده انت الجنرال بيربز دول تستخدمهم زي ما انت عايز، اجمع ابره بطرح حطهم في اي انستراكشن انت عايزه. طيب بالنسبه للي بيكتب اسمبلي لانجويج، من ضمن مواصفاته انه فاهم الهاردوير، فاهم البروسيسور فيه كام ريجستر وايه هما اسماء الريجستر، لان هو لما بيجي ينادي على مكان ريجستر لازم يكون عارف اسمه. دي حاجه غير اللي بيكتب الهاير ليفل لانجويجز، ان هو مالوش دعوه اصلا، ما بيبقاش عارف الماشين اللي شغال عليها دي شكلها عامل ازاي، البروسيسور جوه كام ريجستر واسمائهم ايه، هو مالوش دعوه بالقصه دي. لكن اللي بيكتب اسمبلي لانجويج لازم يكون عارف اسماء الريجسترز وعددها. طيب هيبتدي بقى يدينا مثال واقعي شويه. عايزين نترجم السي كود اللي مكتوب في السطرين دول الى MIPS Assembly Language، بس المرة دي مش هنستخدم أسماء الـ Variables اللي هو مديها لنا في الـ C code. إحنا عايزين نماب الـ Variables دي إلى أماكن واقعية، أماكن موجودة فعلاً جوه الـ MIPS Process. طب وأنا أعرف منين أسماء الأماكن؟ لابد إنها تكون given leak. يعني لو رحنا كده 2 سلايد قدام هنلاقيه هنا بيليست أسماء الـ 32 register اللي على الشمال خالص، اسم الريجستر، ثم الكولومن اللي بعديه بيدي كود رقم لكل ريجستر، ثم بيوصف كده وصف سريع ليه، وسيبه اخر كولوم ده نبقى هنجيله بعدين. فمثلا عنده ريجستر اسمه زيرو، هو اسمه كده، وظيفته انه شايل الرقم زيرو. ده ايه الحاجه الغريبه دي؟ هو اكتشف انه الرقم زيرو ده رقم مهم جدا وبيحتاجوا في حاجات كتير قوي، ومش عايز يتعامل معاه كرقم. هو قال علشان اسهل على نفسي انا هعمل مكان جوه البروسيسور
وظيفته ان هو زيرو، وظيفته ان هو شايل الرقم زيرو على طول، ما بيتغيرش، غير قابل للتغيير، وهسميه زيرو. ودايما لما بيجي يحط اسم الريجستر بيحط قبليه علامه الاس دولار ساين، دي حاجات ثابته عنده، هو اخترعها كده اس دولار ساين وبعدين الاسم اللي هو ثابت برضه. يبقى ده اول ريجستر اسمه زيرو والكود بتاعه زيرو، ودايما شايل رقم زيرو ما بيتغيرش. ريجستر تاني اسمه ات، برضه هنيجي ليه بالتفصيل بعدين. هنا اثنين ريجسترز في 0 وفي 1، هنا اثنين اي 0 واي 3، دول هنشوفهم لما نيجي ننادي الفانكشن. دول ارجمنت ريجسترز بباصي فيهم بارامترز او فاليوز للفانكشن، ودول اللي بيرجعوا لي النتيجه من الفانكشن. طيب خلونا بقى حاليا في البدايه كده نركز على المجموعتين دول اللي هم التيهات والاسات، تي 0 لغايه تي 7 دول 8 ريجسترز، ودول اس 0 لغايه اس 7 دول 8 ريجسترز برضه. وبعدين نكمل هنا تي 8 وتي 9، يعني اذا الثمانيه دول ضاف عليهم اثنين هنا، بس دول ليهم كود بعيد عنهم شويه، لكن في الاخر مجموعه التيهات عندي 10 ريجسترز بادئين بحرف التي ثم رقم من اول تي 0 لغايه تي 9، وعندي 8 اس ريجسترز حرف اس وبعدين رقم، يبقى في عندي 18 ريجستر. دول هم دول اغلب استخداماتي هتبقى موجوده فيهم، هم دول اللي انا بتحرك فيهم بحريه، دول بالنسبه لي الجنرال بيربز ريجسترز. باقي الريجسترز ليهم استخدامات خاصه، زي ما ذكرنا مثلا هنا الايهات والفيهات بيستخدموا في حاله ان انا بكول فانكشن. الزيرو ده حاجه ثابته طول عمره زيرو. الاد ده هنشوف بعدين له استخدام معين. الحاجات اللي تحت دي في التعامل مع الستاك برضو دي ليها استخدامات خاصه. واخر واحد ده ريتيرن جست ريتيرن ادرس في الفانكشن كول برضه. كل واحد من دول هنيجي لقصته بعدين، او يعني اغلبهم يعني، لكن دلوقتي يهمنا المجموعه اللي باديه بالتي والاس. نرجع تاني للمثال اللي كان بيقول عليه، انا عايز انفذ الامرين دول اف بتساوي جي بلس اتش ماينس اي بلس جي، دول اسماء فاريبلز في السي. مبدئيا كده الحاجات دي بتناب في الاسمبلي في النفس ريجسترز الى ايه؟ هو هنا جيفن في السؤال انه الاي والاف والجي والاتش والاي والجي بيمابوا لريجسترز اس 0 لغايه اس 5، يبقى دول سته فاريبلز بيمابوا لسته ريجسترز، يبقى هو قال لي يبقى لما اجي اجمع الجي والاتش، الجي والاتش ده معناها اس 0 اس 2 واس 3، والاي والجي اس 4 واس 5. عشان كده في الحل هنا لما جه يجمع جمع اس 2 واس 3 اللي هو الجي والاتش، وحط ناتج الجمع في التي 0، جمع الاس 4 والاس 5 اللي هم الاي والجي وحط ناتج جمع تي 1، وبعدين جمع طرح المجموع الاي والجي من المجموع الجي والاتش اللي هو طرح تي 0 ماينس تي 1 والناتج حطه في اس. كده نفذ السطر الاولاني. السطر الثاني عايز ينقل الاف في الاي. طب احنا لسه ما خدناش ازاي بينقل، احنا كل اللي خدناه امر اجمع وامر اقطع، صاد وصب. مبدئيا كده مفيش عنده امر مباشر للنقل، دي حاجه من الحاجات الغريبه اللي هو اتبعها، ودي يعني هنفرد لها شويه كلام بعدين. بس بيختلف اللي بيصمموا اجهزه كمبيوتر في الجزئيه دي، اغلب الناس بتختار انها تحط امر مباشر عشان ينقل من مكان لمكان، بينما الراجل اللي بيصمم الجهاز ده اختار انه ما يحطش امر مباشر للنقل. هو قال ان انا عشان انقل اف انقل من المكان ده للمكان ده، كاني بقول اجمع على المكان ده زيرو وانقل ناتج الجمع. فعمليه النقل هي عمليه جمع بس مع زيرو، وانا كده كده عندي الرقم زيرو ده رقم حلو جدا ومشهور وموجود له مكان مخصص. فانا بدل ما اقول له انقل من اف لاي انا هقول له اجمع على الاف اللي هي موجوده في اس 1 اجمع عليها زيرو وانقلها، كده كده عمليه الجمع بيتنقل الناتج في اللي موجود هنا في الاول اللي هو الاي اللي هي ممثلها اس. هنطلع برضو بملحوظه ثانيه، استخدامات الاس والتي، ريجسترز اس دي الريجسترز الاساسيه بتاعته، واللي هتلاقي دايما يعني غالبا بيماب الفاريبلز ليها. استخدامات التي اختصار لتمبرري، وبالتالي دايما استخداماتها لما بتكون تحب تخزن نتيجه بشكل مؤقت هتلاقي نفسك، او هو يعني بيتبع اسلوب ان هو يخزن النتائج المؤقته
فيما يسمى بالتي ريجسترز اللي هم العشر ريجسترز من اول تي زيرو لغايه تي 9. يبقى الحاجات الاساسيه الفاريبلز الاساسيه بيمابها لواحد من الاس ريجسترز، بينما الحاجات المؤقته السريعه بيمابها الى التي ريجسترز. فدي اللي بتستخدمها وبعد كده بتوفر رايت عليها عادي، انت مش محتاجها طول الوقت. دكتور معلش اتفضل. هو حضرتك قصدت ايه؟ يعني ان في ناس مثلا بتعمل يعني بتعمل فانكشن مثلا اللي تعمل الكوبي بدل الزيرو، يعني هي بتعمل فانكشن مثلا يعني بتعمل حاجه جوه الهاردوير، ولا هي بتبقى حاجه موجوده؟ مبدئيا كل امر من دول له ما يقابله في الهاردوير. يعني كلمه الاد دي اللي انت مكتوبه في هنا في الاول معناها كده ان في دايره بتجمع، اللي هي تفتكروها من اللوجيك اللي هي دايره الباينري اذر مثلا. فبالتالي كل امر من دول له هاردوير مقابل ليه. فعلشان يعمل نقل من مكان لمكان كان لابد يحط هنا امر اسمه مثلا انقل، اسمه عاده في اللغات الاسمبلي المقاربه بيسموها موف ام او في او 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 حاجه شبهها. وعلشان الامر ده يتنفذ لابد ان يكون في هاردوير بينفذ عمليه النقل ده على طول، ان هو يوصل السلوك من المكان ده للمكان ده وينقل الداتا على السلوك. فالمفروض ده يكون موجود. هو الراجل اللي بيصمم الجهاز ده بالذات قرر انه ما يعملش كده، قرر انه يستخدم نفس دايره الجمع في عمليه النقل. قال لك في الاخر انا ليه هعمل امر بينقل من ريجستر الى ريجستر؟ انا كده كده عمليه الجمع بعد ما بتجمع الرقمين بتنقل الى ريجستر، فبالتالي انا هستخدم عمليه الجمع اجمع اي رقم على زيرو يبقى انا ما غيرتوش، وبعد ما يتجمع على زيرو يعني هو زي ما هو زي ما اتغيرش، هيتنقل كده كده للمكان اللي انا عايزه. فهو اختار ان عمليه نقل من مكان الى مكان تتم بدون ما ازود امر جديد، تتم باستخدام الامر اللي اوريدي موجود اتعمل ولازم يكون موجود. يعني هو كده كده عمليه الجمع دي عمليه اساسيه في كل الاجهزه. فقال انا مش هخترع امر جديد للنقل، انا هستخدم نفس الامر اللي انا اخترعته قبل كده. عايز يوفر يعني. تمام. طيب دول طبعا لستة الاسماء الريجسترز، احنا استعرضنا بعضهم لكن يعني اغلبهم هنعد عليه اثناء الشابتر. زي ما قلنا حاليا في الاول مركزين على مجموعه الاس والتي ريجسترز. هيصادف برضو ان احنا اكيد سمعتوا عن الستاك في خلال اي ماده، فاحنا عندنا في الجهاز بتاعه ده هيبقى في عندنا اللي بيشاور على التوب اوف ستاك حاجه اسمها ستاك بوينتر، وبرضه جوه الستاك بنتعامل مع حاجه اسمها الفريم وليها فريم بوينتر وجلوبال بوينتر وات ايفر. يعني اتعاملتوا مع الحاجات دي يعني او سمعتوا عن الحاجات دي قبل كده او لا؟ احنا كده كده هنتعامل معاها هنا في الشابتر ده على بسيط. زي ما قلنا برضه عمليه الكول فانكشن، انك من الكود بتاعك تنادي كود تاني جانبي، هتحتاج انك تباصي بارامترز. عايز تنادي فانكشن بتجمع رقمين هتبص لها الرقمين من خلال مجموعه ريجسترز، هو خصص لها هنا اربعه ريجسترز، وهترجع نتيجه لو كانت هترجع نتيجه من خلال واحد من الاثنين ريجسترز دول. وعلشان ترجع من الفانكشن دي للمين بروجرام في حاجه اسمها ريتيرن ادرس، هيستخدم ريجستر. الكلام ده كله هنشوفه بالتفصيل لما يجي دوره. طيب هو هنا لما ذكر في الاول مجموعه ريجسترز احنا قلنا ان في مكان تاني اللي هو الميموري برضه هيستخدم لتخزين الداتا، فعايز يعرفنا بقى الميموري بتاعته شكلها عامل ازاي. اللي بيصمم جهاز كمبيوتر بيصمم البروسيسور ومعاه الميموري، او يعني بيحط تخيل للميموري، مش لازم يصمم الميموري نفسها، ممكن يشتريها جاهزه، بس في الاخر هو صمم البروسيسور بتاعه عشان يتعامل مع ميموري لها ستراكشر معين. طيب هو الميموري بتاعته بقى المفروض الاستراكشر بتاعها عامل ازاي؟ قال لي الميموري بتاعته هتتكون من 2 باور 32 بايتس، تتكون من عدد من البايتس يساوي 2 أس 32. يعني كام جيجا دي في الاخر؟ حد عارف 2 باور 32 يعني كام جيجا؟ طيب هو عموما 2 باور 10 1 كيلو، 2 باور 20 1 ميجا، 2 باور 30 1 جيجا، 2 باور 32 يعني معناها 2 باور 2 في 2 باور 30، 2 باور 2 اللي هي 4، يبقى 4 جيجا بايت. يبقى الميموري بتاعته تتكون كحد اقصى 4 جيجا بايت.
ممكن اقل، ما فيش مشكله. انت عندك الجهاز بتاعك دايما بيقول لك ايه، هو انت بتشتريه وهو فيه عدد 8 جيجا ويقول لك ابجريدبل ل 16 جيجا مثلا او 32 جيجا، يعني عندك حد اقصى بس انت مش لازم تستخدمه كله. لكن اخرك هو هنا بيكتب لك اخرك، اخرك هنا 4 جيجا بايت، ولكن هو بيتعامل مع كل 4 بايت كوحده واحده بيسميها الوورد. الكلمه الوورد بتاعته تتكون من 4 بايت.